نقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم أن اليهود والنصارى لا يذمون مطلقا وإنما يذم الضلال منهم، فمن يقول الآن إن من اليهود والنصارى في هذا العصر لا يطلق عليهم كفار مطلقا، فهل هذا القول صحيح؟ بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم من لم يؤمن به فهو كافر، من يهودي أو نصراني أو غيره، إنما هذا كان قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، أما بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وكل من لم يؤمن بالرسول ويتبعه فهو كافر وهو من أهل النار. نعم.